رح نستعرض بهذه الفقرة الخامسة من فقرات المتعلقة بأنظمة التهوية الأساسية، نظام الدعم الضغطي أو الـ Pressure Support Ventilation، أظن جميعنا نعرفه. نظام يستخدم في عملية الفطام بشكل رئيسي أو عملية فصل المنفس عن المريض في مراحل تحسن المريض. ما أظن في حكي كثير نحكيه، مجرد تذكير بالنقاط الأساسية. بالنسبة لهذا النظام، جميع الحركات بتكون حركات عفوية مدعومة، يعني هي أصلا المريض يتنفس بشكل عفوي على جهاز التنفس ونضيف له دعم ضغطي خلال الشهيق، وبتصير الحركات بالتالي كلها سبورتد أو سبورتد. ما في عندي أي حركة إجبارية، ما في عندي حركة أسيستد. هذول إذا بتذكروا الحركات الأربعة، الحركات التنفسية الأربعة اللي هي المانديتوري والأسيستد والسبورتد والسبونتينيوس، تلاقوها بالمحاضرة رقم 12. ما في عندي غير سبورتد بهذا النظام. المريض عنده تحكم أكبر بالتنفس، يستطيع بدء الحركات التنفسية بالوقت الذي يختار، يستطيع السايكلينج يعني التحكم بالانتقال للزفير، يستطيع أن يحدد زمن الشهيق على كيفه، يحدد سرعة الجريان حسب سرعة السحب. فقط الشيء اللي نحن بنضيفه للمريض انه نحن بنعطيه العمق الحركه التنفسيه، بنساعده بدعم ضغطي بنحدده نحن سلفا، وبالتالي نحن بنشارك بجزء بموضوع عمق الحركه التنفسيه. بالنسبه للسايكلينج ميكانيزم او اليه الانتقال للزفير، انتقال من الشهيق الى الزفير، انهاء الشهيق والتحول للزفير بهذا المود، هي فلو سايكل، يعني تعتمد على الجريان. بمعنى آخر، عند بدء الشهيق من خلال تفعيل المنفسة، يقوم المريض بسحب حركة تنفسية، يتم مساعدته بضغط محدد سلفا، واللي يكون حاطين بريشر سبورت 10، فهو حياخد تنفس، حنعطيه ضغط 10 خلال الشهيق. الجريان بيكون تهابطي، بيكون جريان تهابطي. ففي البداية لاحظوا المخطط، أنا بالبداية بيكون سرعة الجريان عندي المخطط الثاني اللي هو علاقة الجريان مع الزمان. بأثناء الشهيق أنا ببدأ من جريان أقصى، وليكن قيمته 60 أو 70، اللي هي الجريان تهابطي، حينزل الجريان تدريجيا، كان 60 صار 50 صار 40. لما بتوصل قيمة سرعة الجريان الشهيقي اللي هي أثناء الشهيق إلى 25% من القيمة العظمى، عادة هي النسبة الأكثر استعمالا، في طبعا طرق كثير لهذا الموضوع. لما بتوصل هي النسبة ل 25% من قيمتها العظمى، يتم إنهاء الشهيق والتحول إلى الزفير، بمعنى آخر غلق الصمام الشهيقي وفتح الصمام الزفيري والسماح للمريض بالزفير العفوي. هذا هو معناته الفلو سايكل بهذا النظام، اللي هو نظام البريشر سبورت. طبعا كل ليش نحن بنقلب على الزفير لما بيوصل الجريان ل 25%؟ ما يدعم يتنفس عفوي، الجريان سرعة التنفس بسرعة الجريان بسرعات الجريان المنخفضة بيكون مزعج نسبيا، فنحن عم نسمح للمريض يكون انه يرتاح اكثر، انه نسمح له بالزفير ونوقف الجريان بهي القيمة المنخفضة. طبعا هي قيمة حتى بتتعدل ببعض أجهزة التهوية الحديثة، بس بشكل عام احنا كأساسيات بنقول ان هي 25% من القيمة العظمى. هذا يعني ان الحجم الجاري، كل من الحجم الجاري او حجم التهوية بالدقيقة، غير مضمون في هذا النظام، لان الحجم الجاري يعتمد على قيام المريض اصلا بتنفس. لو لم يقم المريض باي تنفس، فلا يوجد اي حجم جاري مقدم للمريض. فانا ما في عندي حجم جاري ادنى او حجم تهويه بدقيقه ادنى لازم ياخذ المريض. المريض لو ما اخذ تنفس انا ما حياخذ اي شيء. شيء ثاني كمان، الحجم الجاري يتغير من حركه لاخرى. صحيح احنا عم نعطي بريشر سبورت ثابت اللي هو 10، بس الجهد التنفسي للمريض متغير، يعني مره سحب زياده فهو 10 زائد الجهد الزياده عند المريض، طلع مثلا حجم 500. بالحركه اللي بعدها ما حب يسحب كثير، سحب شوي مثلا، ف10 اللي هو عم نعطيه هنا زائد الجهد اللي عم يبذله المريض، وليكن هو بذل بالمره الماضيه بذل 5، هالمره بذل بس 2، ف10 زائد 2 صار 12، فالحجم اللي عم ينتج عنهم 300. فالحجم بيتغير من حركة لأخرى كما هو في التنفس الطبيعي تماما. نحن أصلا لما نتنفس تنفسنا، من ميزاته، هي ميزة وليست سلبية، إنه ما هو مونوتونيك، ما هو نفس الحجم الجاري عم ناخده. بيتغير، في عندي أحيانا أنا باخد تنهيدة، بسحب زيادة بسحب أقل، هذا له ميزاته بأنه بيفتح الأسناخ المنخمصة. التنفس بحجم ثابت من حركة لحركة، حجم ثابت، بعض الأسناخ أو بعض الوحدات الصنفية تميل إلى الانخماص.
هي شغلة إيجابية تعتبر. وفي كثير أنظمة أصلاً تعتمد على هذا الموضوع كفكرة، إنه ما يعطوا حجم ثابت للمرضى حتى لو كان بحالة شديدة. على كل الأحوال، ميزات البريشر سبورت إنه الفي تي بتغير من حركة لأخرى حسب الجهد التنفسي للمريض. إن استعمال البيب عند مرضى القصور التنفسي يؤدي إلى استعادة الـ FRC أو زيادة الحجم في نهاية حجم نهاية الزفير، وبالتالي هو تقريباً استعادة للـ FRC. ربما هذا يخفف العبء التنفسي في بداية الشهيق. هالحكي مرق علينا بالإف لما حكينا عن الميكانيكيات الرئة، وربما حنحكي مرة تانية عنه وقت نحكي عن بحث البيب. لكن هذا غير كافي لموضوع نقص المطاوعة عند المريض. الأصل المطاوعة ناقصة، لازم نحن بدنا مدروج ضغطي أعلى. هذا المدروج الضغطي لابد أن المريض يولده أو المريض يشكله. فلو نحن خلينا المريض يتنفس بهذا المجهود، حتى لو ضفنا شوية بيب ببداية الشهيق، ما حيحسن من الموضوع عندي. الحل هو ببساطة إضافة البريشر سبورت، وبالتالي نحن ندعم المريض في المخطط الحجم الضغط اللي هو مخطط المطاوعة. وجود الأنبوب الرغامي بحد ذاته يزيد المقاومة خلال الشهيق، طبعا مثل ما قلنا زمانته هذا بيزيد من طول الطرق الهوائية، وكلياتنا فينا نجرب هاي التجربة، نتنفس من خلال الأنبوب، بيزيد المقاومة، بيزيد المجهود التنفسي. هذا لوحده بيزيد المجهود التنفسي. كيف لو كان عند مريض عنده أذية رئوية، في عنده أذية برانشيمية، الورك أو بريثنج، المجهود التنفسي عالي جدا عنده. فنحن إضافة للبريشر سبورت بيتغلب على الجهد التنفسي المطلوب للتغلب على مقاومة الأنبوب الرغامي، إضافة وأداة المنفسة، إضافة إلى نقص المطاوعة الرئوية عند المريض الناتج عن أذية الرئة. يمكن استخدام نظام بريشر سبورت كإضافة لنظام اس اي ام في مثل ما حكينا بالمحاضرة رقم 15. كان أحد مشاكل الاس اي ام في هي عدم دعم الحركات العفوية. تم اختراع هذا النظام في البداية كإضافة لحل هذه المشكلة، وأبدى نتائج جيدة. طبعا لاحظوا العلماء أنه ممكن نستخدم البريشر سبورت كنظام مستقل للتهوية، وفعلا بدأ استخدامه كنظام مستقل بدءا من الثمانينات من القرن الماضي، ولحتى هلا بيستخدم كنظام مستقل عند المرضى اللي بيكون بدات حالته تتحسن. يعني انا حطيت مريض على جهاز تنفس صناعي، انا بحطه على اسيست كنترول بالبدايه او اس اي ام في، في ناس بتحب هالشيء، طبعا انا بحب اسيست كنترول. المريض بعد يوم او يومين او اسبوع حسب اللي هن تحسنت الرئه عنده، بدا يتحسن، فانا ممكن خفف عنه التركين او التسكين تدريجيا، وانا اقلبه على نظام بريشر سبورت تجهيزا لاني اشيله على جهاز التنفس. بالنسبة للبلاتون بريشر بهذا النظام بيكون هو مجموع الضغط البريشر سبورت مضافا للبيب. فأنا إذا حاطط بيب 5 وبريشر سبورت 10 فمجموعهم 15، فهو الضغط الشهيقي بيكون 15 هو البلاتون بريشر اللي عم طبقه على المريض. طبعا لا ننسى إنه المريض عم يتنفس عفويا، فأنا في عندي 15 عم يكون ضغط من خلال المنفسة، وفي عندي هو ربما ياخذ 5 لوحده أو 3 أو 4، فأنا راح نضافه لهذا البريشر سبورت إذا بنحسب الترانسبلمنيوري بريشر. مثل ما ذكرنا أن الضغط عبر الرئوي هو الضغط الأساسي في الجهد أو الإجهاد المطبق على الأسلاخ. ممكن نحتاج ضغط بريشر سبورت حوالي 10 أو أكثر مشان نتغلب على مقاومة الأنبوب الرغامي، خاصة لما بيكون في عندي أنا أنبوب رغامي صغير. كلما كان قطر الأنبوب الرغامي أقل، كلما كان الضغط المطلوب للتغلب عليه أعلى. فأنا لو حاطط مريض على جهاز تنفس وأنا مثلا عندي أنبوب 7 أو أقل، فربما يحتاج ضغط أعلى من لما كنت أنا حاطط أنبوب مثلا قياسه 8 أو 7.5، أو لو تراكيستومي يكون حجمه شوي كبير. طبعا نحن عم نحكي على إذا كنا عم نتغلب فقط على مقاومة الأنبوب الرغامي، إذا الرئة ما فيها مشكلة. لما بيكون في عندي الرئة فيها مشكلة، في ضعف العضلات التنفسية مثلا، كلهم هدول بده يكون في البريشر سبورت المطلوب اعلى. انا لما انا بضطر احط ضغط بريشر سبورت عالي نسبيا لاتغلب على كل هالامور، فانا المريض معناته ما انه جاهز للفطام، فما في داعي انا احطه على بريشر سبورت من اصله. حنشوف الحكي بالسلايد القادم. طيب انا لما مريضي بدي يقرر اني احوله لنظام بريشر سبورت، انا خففت السيديشن عنه، اعطيته شوي تخفيف وليس ايقاف نهائيا، لابد من شويه سيديشن، بس لازم يكون مريض صاحي، ما حقول واعي، صاحي، مفتح عيونه، ربما يستجيب للاوامر البسيطه، يتعاون معي، يتنفس بشكل هادئ على جهاز التنفس، فانا ممكن احطه على نظام بريشر سبورت. طبعا هذا الشرط، والا فاذا المريض غير قادر على بدء التنفس العفوي فهو لا يمكن ان يكون على بريشر سبورت. الاعدادات البديهيه هي 4 اعدادات راح تكون في عندي البريشر سبورت حجم او مقدار الضغط المطلوب
لدعم الحركات التنفسية. أنا كيف بعدله أو كيف بختاره؟ أنا بختاره بناء على الحجم الناتج عن الضغط اللي عم طبقه. أنا عم أعطي حجم برشي سبورت 10، فأنا بطلع قديش عم ياخذ مريض حجم، عم ياخذ مثلا 400، فأنا حسبت قديش بدي أنا حجم للمريض، بدي 300 400 500 بالكثير. فإذا كان مثلا عم ياخذ حجم 800 فال10 هو يعتبر رقم كبير، فأنا بنزل تدريجيا بساويها 8 مثلا لحتى أوصل للحجم اللي بدي إياه، الحجم الجاري بكل حركة تنفسية. كمان بطلع على الريت، أنا إذا المريض عم يتنفس لازم يوصل الريت عنده لل25، إذا كان الريت أعلى من 25 فهو المريض بحاجة لدعم أعلى، برفع شوي من الحجم الجاري، مثلا عم يتنفس 300 أو 250 وعم يتنفس 30 مرة بالدقيقة مشان يعوض لنقص الحجم الجاري، أنا برفع شوي البريشر سبورت تبعه. فأنا البريشر سبورت فيني أعدلها بناء على الحجم الجاري الناتج، إذا أنا وسطيا هو 6 ل 8 ام ال بير كي جي، مثلا 300 400 500 حسب رجل أو مرأة، وبطلع على الريت إذا كان ضمن الحدود اللي بين 15 و20 فأنا ضمن المقبول. لو كان عم ياخذ 10 المريض معناته البريشر سبورت كثير عالي عليه، فأنا لازم نزله تدريجيا. مستوى البيب مثل بقية الأنظمة لازم حقق بيب، عادة ما بنطلب بيب عالي لأنه أصلا المريض ما هو بحالة شديدة، يفترض هو بحالة تحسن، فبيب 5 ل 8 بالكثير. تريجر مثل بقية الأنظمة حنحكي عليها بالمحاضرة القادمة، بمحاضرة الإعدادات البدئية والإف أي أو 2 كمان حسب الإف أي أو 2 الناتج، ويفترض ما يكون إف أي أو 2 عالية. أنا ما معقول أحط المريض على برشر سبورت مع إف أي أو 2 70% أو 80%، بده يكون إف أي أو 2 معتدل لأنه أصلا هو بحالة تحسن، المريض تحسن كثير، ما هو بحالة حرجة. هلا طبعا المريض اللي حاطه على برشر سبورت بده يكون مريض مستقر، ما في عندي مثلا هبوط في الضغط، ما في عندي انا مشكلة حقيقية عنده، انا هذا نظام فطام، فبده يكون محقق معايير الفطام، وهذا الحكي ممكن نحكي عليه بوقت نتكلم عن الفطام ان شاء الله بمحاضرات لاحقة. بس كفكرة عامة هو نظام تجهيز للفطام، ربما تمرين للمريض وان كان في خلاف عن هذا الموضوع. وهذه هي اعداداته البديهية. لاحظوا انه ما حطيت الريت، انا ما في عندي ضمن الاعدادات اللي شايفينها انه في عندي انا عدد مرات التنفس الاجباري للمريض، لانه هذا النظام مثل ما قلنا بيعتمد على التنفس العفوي المريض. لكن في كثير من الانظمه الحديثه والقديمه ستجد انه في عندي ريت وفي تايدل فوليوم. طيب هدول شو هدول؟ هدول الباك اب فنتليشن، يعني التنفس الاحتياطي. لو المريض 20 ثانيه تقريبا، اظن 20 ثانيه ما تنفس، ما اخذ ولا حركه تنفسيه، بيبدا التنفس الاحتياطي، يعني ما راح نترك المريض ابنيه، ما راح نترك المريض يموت مثلا لانه ما عم يتنفس، بيبدا التنفس الاحتياطي. في مجهزه معظم منافس بهذا الموضوع، تبدا التنفس الاحتياطي بالريت اللي موجود اللي هو اسمه التنفس الاحتياطي مثلا 20، وحركات اجباريه كل منها 500 مثلا، فوليوم كنترول معظمها بتكون، وبتبدا المنفسه بتعطي انذار، فانا بيجي بشوف انه المريض فعلا ما عم يتنفس عمل هذا الباك اب فنتليشن، فانا بحل المشكله برجعه على الكنترول مود او بشوف شو المشكله. فلو شفت ريت او تايدل فوليوم بنظام البريشر سبورت، فهذا هو الباك اب فنتليشن. طبعا شو مزايا هذا النظام؟ ممكن المريض يكون مرتاح اكثر عليه، المريض صاحي، المريض عم يتواصل معه فاكيد حيكون مرتاح اكثر. المريض بيتحكم بمعظم عناصر الحركة التنفسية، بيزيد الحجم على كيفه، بيزيد عدد مرات التنفس على كيفه، بيزيد الفلو على كيفه، الفلو جدا مهم بالنسبة للارتياح المريض على جهاز التنفس. بيحسن من تفاعل جهاز المريض مع جهاز التنفس، تفاعل المريض مع المنفس بنسميه، بيقلل ربما المجهود التنفسي، بيحسن من تجميد الاسناخ المنخمصه، لانه هذا تنفس عفوي، والتنفس العفوي ميزه بانه بيقلل او بيحسن من تجميد الاسناخ المنخمصه. ممكن نحكي عن هذا الموضوع بمرة تانية وقت نحكي عن موضوع التنفس العفوي بنظام الـ ABRV. طبعا من سيئات هذا النظام انه هذا النظام تنفس عفوي، فلو انا حطيته بشكل غير مناسب طولت المريض على جهاز التنفس هو اصلا ما انه جاهز، ممكن يتعب المريض، ربما الجهد التنفسي اللي بيبذله المريض اعلى من غيره من الانظمة. لكن مثل ما قلنا انه هذا شيء يتعلق بحالة المريض، المريض يتحسن فأنا بحطه على نظام بريشر سبورت. طبعا ما لازم يعطي نتائج عكسية، إذا أنا عرفت اختار المريض وعرفت قيم حالة المريض وعرفت إني استعمله بالشكل الأنسب، ممكن استعمل عند بعض المرضى تمرين مثلا ساعتين بريشر سبورت وساعتين كنترول مثلا اسيس كنترول مثلا او اس اي ان في. هذا الشيء بيرجع لاختيار الطبيب وتقييمه المستمر لحالة المريض وهو على جهاز التنفس.
هيك بكون وصلنا لنهاية هالمحاضرة. أتمنى أن يكون بهالمحاضرة والمحاضرات الماضية الخمسة الماضية وصلت لكم الأفكار الأساسية المتعلقة بالنظم الأساسية للتهوية الآلية. ما حنحكي حاليا عن الأنظمة الحديثة، حنتركها بعد ما نختمر بالأفكار الأساسية. حأنتقل بالمحاضرات القادمة للحديث عن الإعدادات البدئية للتهوية الآلية.